اهلا بيكم يا اصدقائي في سلسله نجوم الصف الثاني، وضيفنا هو جراند ماستر اليوغوسلافي من اصل سلوفاني برونو بارما، الذي فاز ببطوله العالم للشباب سنه 71 ومثل بلاده في 8 اولمبيادات وفاز ب4 ميداليات فضيه وثلاثه برونزيه. اما خصمه فهو جراند ماستر من البانيا اكرم كونساي، فاز ايضا بميداليه فضيه في اولمبياد 70. ولكن ما الذي يجعل مثل هذين اللاعبين يدخلان في نجوم الصف الثاني؟ انه دوره المشهور باصطياد الملك بغتة، ففي هذا الموقف الذي لا ينبئ عن شيء متخلف بقطعة ويستطيع استردادها اما باخذ الفيل او اخذ الحصان، ولكنه حول هذا الموقف العادي الى موقف تاريخي شهير. لكن من يتوقع ان الابيض سيعطي كش مات للملك الاسود في 5 نقلات؟ انه شيء فوق العقل، يجعلنا كلما خضنا في الشطرنج اكثر عرفنا انه بحر بلا شطآن. هيا نرى هذا الدور ونتعجب. اهداءات الفيديوهات السابقة منا بهريم، ابو احمد مصمم، مصطفى الجنيني، صالح الاحمدي، تامر الخولي، بوب جو، حامد محمد، محمد الاحمد، روجي الحوش، مصطفى رشاد، دكتور ميدو، عبد الله بوفازيرة، اسماعيل الياس، يوسف غانم، صلاح نجيب، برمى بالابيض وبدا E4 ورد اكرم C5، الدفاع الصقلي نايت F3 نايت C6 D4، طالب يفوز ببيدا C5 والاسود بياخد والابيض بياخد، وهنا لعب G6. ده بيسمى تفريع التنين المتسارع او تفريع الفيونكا. نايت C3 بيشوب G7، الفيل والحصان طالبين الحصان الابيض، ولذلك بيشوب E3 بيعبق قطعة وبيحمي الحصان. نايت F6 بيشوب C4 كسل، بيشوب B3 D6 بيفتح لتعبئة الفيل على G4 وطلب الوزير، ولذلك F3 بيمنع المربع. ودلوقتي الأبيض طالب يلعب النايت B5 ويضغط مع الوزير على البيدة D6، ولذلك A6 بيمنع المربع وطالب يبدأ عاصفة البيادق في جناح الوزير. والأبيض كمل كوين D2 بيعمل بطارية مع الفيل، وطالب في الوقت المناسب لعب البيشوب H6 والتخلص من فيل التنين، وبيهيئ الملك للتبييت الطويل. كوين C7 كاسل لونج بيشوب D7، وبكده الاسود كمل تعبئته، بيت الملك وواصل بين الرخين، وايضا الابيض بيت وواصل بين الرخين، وحيبدأ الدور من هذه النقلة. والابيض بدأ سريعا ب4 وبيهاجم في جناح الملك، والاسود ايضا B5 وبيهاجم في جناح الوزير، ودي بيسمى عاصفة البيادق على الجانبين. لكن الابيض اسرع ب5، بيضحي بيدق في سبيل فتح العمود امام الرخ، والاسود قبل البيدق، والابيض لعب G4 طالب الحصان، والحصان المفترض ان يتراجع، لكن دخل الدور في تعقيدات بنايت D4. وبعد الاخذ مرة اخرى الحصان لازم يتراجع، لكن الاسود اخذ الفيل، وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. الابيض متخلف بقطعة وبيدق، ويستطيع استرداد القطعة اما باخذ الحصان او باخذ الفيل، لكن مصر على ادخال الدور التاريخ ولعب نقلة غير معقولة. اذا عرفتها لك اهداء.
صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. الأبيض لعب نايت دي 5، طالب الوزير وطالب البيدق بتشيك، وبالطبع النقلة الوحيدة هي التراجع بالوزير للدي 8، والأبيض أخد الحصان ومزاز طالب الفيل اللي تراجع للجي 7، لكن الأبيض أخد على الجي 6، وبعد الأخذ تم فتح العمود للرخ. ودلوقتي الأبيض له النقلة، ما هي النقلة التي تلعبها؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. بالطبع الكثيرين فكروا في النقلة كوين اتش 2 على اساس كوين اتش 7 تشيك ميت، لكن الاسود هيدافع ببساطة بروك اي 8، وبعد الكش الملك هيذهب للاف 8 وهجوم الابيض انتهى. ولكن برما ما لعبش النقلة العادية، انما لعب نقلة امنت له الدور للنهاية كوين جي 5. بعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات، طالب ياخد بيدق الاي 7 بتشيك، والملك لا يستطيع التحرك لان العمود مفتوح ولابد من التضحية بالوزير، والابيض بياخده ويفوز. لكن المشكلة ان الاسود ليس له اي دفاع امن، فمثلا لو لعب اف 6 طالب الوزير هيخسر فورا لانه فتح الوتر بين الفيل والملك، وهنا الابيض هيعطي تشيك ميت في نقلة واحدة بنايت اي 7 تشيك، كش مزدوجة والملك لابد ان يتحرك وليس له مربع امن. لكن ماذا لو لعب بيشوب اف 6؟ الابيض هياخد الفيل بتشيك ولابد من الاخذ، وهنا هتجي المات المختفية كوين جي 6 تشيك، والبيدق لا يستطيع اخذ الوزير لانه مربوط، والملك ايضا لا يستطيع الذهاب للعمود اتش لوجود الرخ. اخر محاولة هي لعب الاي 6 وطلب الوزير، لكن دي لن تفيد لان بعد نايت اي 7 تشيك الملك ليس له اي حركة ولابد من التضحية بالوزير، والابيض بياخده ويفوز. ولذلك في الدور الاسود لعب روك اي 8 وبيحمي البيدق، لكن ده لم يعفيه من تلقي المات. اذا عرفتها انت لاعب تكتيكي رائع للغاية. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الابيض لعب كوين جي 6. الابيض بيضحي بالوزير لسبب غير مفهوم هنعرفه بعد قليل، لكن هنكتفي بان الاسود لا يستطيع اخذ الوزير لانه هيتلقى المات في نقلتين بنايت اي 7 تشيك، ودي كش مزدوجة ولابد من تحريك الملك، والمربع الوحيد هو الاف 8، وهنا هتجي نايت جي 6 تشيك ميت، والفيل بيحاصر الملك. اذا الاسود لا يستطيع اخذ الوزير. ولكن ماذا لو لعب اي 6 طالب الوزير وطالب الحصان؟ هنا هتجي مات رائعة بكوين جي 7 تشيك ولابد من الاخذ، وهنا هتجي روك جي 1 تشيك، والوزير اذا اراد التغطية هياخده بتشيك، والملك في كل الاحوال لا يستطيع الذهاب للاف 6 لوجود الحصان، ولابد في النهاية من الوصول للاف 8، وهنا هتجي المات بروك اتش 8 تشيك ميت، والحصان بيحاصر الملك. ولذلك في الدور الاسود لعب بيشوب اف 5 طالب الوزير، وهنا ظهرت اهمية النقلة لان الابيض اعطى المات في نقلتين، هل تستطيع الوصول اليها؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب.
الابيض لعب نايت اف 6 اتشك. بالطبع الفيل لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك، لكن سواء اخذ الحصان بالبيدا او تحرك بالملك للجي 8 الوزير هياخد على الاف 7 بتشيك ميت، والدور دخل التاريخ من اوسع ابوابه بتكوينه ربما من النادر ان نراها، ولكن هؤلاء هم نجوم الصف الثاني. فإلى اللقاء مع أحدهم في الفيديو القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.